بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معايا رسيفر تايجر اي جي فيرجن 3 كومبو. طبعا الرسيفر اللي قدامنا ده مشهور بعطل شهير جدا، وهو اللي ممكن بيجيب 4 شرط على الشاشة بتاعته ما بيفتحش، ممكن يفتح بعد محاولات كتير ان انا اشيل السوكت واركبه كم مرة سوكت الباور فيفتح معايا، واوقات كتير ما بيفتحش. فطبعا في الحالة اللي زي دي فكده انا عندي مشكلة في الشحن الفلاشة بتاعته. طبعا الرسيفرات اللي قدامنا دي بتتشحن عن طريق الفلاشة، او حتى لو الرسيفر عاطل معاك ال4 شرط مش محتاج لودر او محتاج كمبيوتر او محتاج حاجة. كل اللي انت هتعمله ان انت بتجيب الفلاشة بتاعت الرسيفر وبتخليها، بنسميها روم، وبنحطها على اي فلاش ميموري عندنا، وبنركب بعد كده الفلاش ميموري في اليو اس بي الخاص بالرسيفر. بعد ما بنركب الفلاش ميموري بنيجي بنقوم موصلين الرسيفر عندنا ده في الكهرباء. بعد ما قبل ما بنوصله في الكهرباء طبعا بكون ضاغط زرار الباور، وانا ضاغط زرار الباور بتبقى الفلاشة بتاعتي راكبة، وبوصل سوكت الشاحن بتاعي بيبدأ يعد معايا على الشاشة. انا حاليا طبعا انا عملت السوفت ونزلت الرصيفة الفلاشة بالطريقة اللي انا اقول له حضراتكم دلوقتي عليها. بركب الفلاشة بتاعتي وبدوس على زرار الباور وبوصل السوكت في الباور، وبنتظر معايا خالص لما الرسيفر يكتمل معايا ويفتح ويقفل ويفتح معايا ويجيب لي الارقام على الشاشة. انا هسيب في صندوق الوصف الفلاشة الخاصة بالرسيفر ده. الرسيفر ده زي ما احنا شايفين دلوقتي تايجر اي جي فيرجن كومبو. طبعا الرسيفر بياخد فلاشة الرسيفر تايجر اي جي فيرجن 3، مفيش فيه اي مشاكل خالص. طبعا الرسيفر كان جاي لي بالمنظر ده، بس طبعا ما اخد معايا الفلاشة بتاعته، فاشتغل معايا الحمد لله مفيش فيه اي مشاكل دلوقتي خالص اهو. انا طبعا هسيب الفلاشة بتاعت الرسيفر ده الخاصة بي في صندوق الوصف تحت الفيديو. وده كان موضوعنا النهاردة، يعني حاجة بسيطة خالص ازاي يعني المشكلة اللي ممكن تكون بتواجه معظم الناس خصوصا اللي عندها اجهزة تايجر دي. كل اللي هتعمله هتحمل الفلاشة اللي انا هسيبها لك تحت في صندوق الوصف على اي فلاش ميمر عندك، ما تكونش عليها اي حاجة، لازم تكون الفلاشة متفرمطة، وبركبها في اليو اس بي وبضغط زر الباور مع، وانا قبل ما اوصل كابل الكهرباء بتاعي يعني بكون ضاغط زر الباور بوصل كابل الكهرباء، بتبدا الشاشه بتاعتي دي تعد معايا ارقام، بتبدا تخلص معايا لحد ما يخلص خالص معايا ويكمل 100% يفتح معاك الرسيفر بدون اي مشاكل. طبعا الفلاشه اللي انا هسيبها في صندوق الوصف خاصه بالجهاز اللي معايا ده وخاصه باجهزه تايجر اي جي فيرجن 3، ما تحاولش تنزلها لاي جهاز تاني. الجهاز ده اللي باخد معايا الفلاشه دي واجهزه تايجر اي جي فيرجن 3. ويا ريت لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.